مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس صف الرابع الإعدادي. بعدنا بكتاب النشاط، وصلنا إلى صفحة 51. Listen to conversation 3 and 4 again and tick the sentences you hear. استمع إلى المحادثة الثالثة والرابعة مرة أخرى، ثم اختار الجمل اللي تسمعها. راح ننتقل نسمع المحادثة الثالثة والرابعة، بعدين نجي نحل. خلونا ننتقل إلى المحادثة رقم 3. Do you know what you'd like؟ هل do you know؟ هل تعرف ماذا ترغب أو ماذا تريد؟ Yes, I'll have a boiled egg, please. نعم، أنا أريد بيض boiled، بمعنى بيض مسلوق، رجاءً. I'll have the same. سوف آخذ نفس الشيء. Could I have some toast, please? هل بإمكاني أن أحصل على توست؟ هو هذا المحمص. أوكي، إحنا أيضا نستخدم نقول توست. Yeah. رجاء. Of course. بالطبع. Would you like some too, sir? هل تود أنت أيضا؟ أنت أيضا تريد توست؟ أنت أيضا تريد توست؟ Yes, please. نعم، رجاء. And can I have some jam as well؟ هل بإمكاني أن أحصل على مربى؟ جام بمعنى مربى. كذلك certainly، بالطبع. We have got apricot and raspberry. Raspberry هو التوت، وapricot هو المشمش. إذن هو يريد مربى مع المشمش ومربى مع توت. Would you like anything else؟ هل ترغب بشيء آخر؟ Oh yes. Would you bring us some tea؟ هل تجلب لنا بعض الشاي؟ طبعا هنا الومن هو اللي يخاطب المرأة، فهنا هل تريدين شيء آخر؟ I'll bring it right away. سوف أجلبه حالا. انتقلنا إلى المحادثة الرابعة. Excuse me, could you tell me where the museum is؟ هل بإمكانك أن تقول لي أين المتحف؟ Of course. بالطبع. Do you mean the modern art museum? Do you mean؟ هل تقصد المتحف الفني الحديث؟ No, the natural history museum. لا، المتحف التاريخي الطبيعي. Yes, it is new in New Street. إنه في الشارع الجديد. Near the post office. Near بالقرب من المكتب، مكتب البريد. Can you tell me how to get there? هل بإمكانك أن تقول لي كيف أذهب هناك؟ فcan you، شوفوا هاي can you tell me، request. بعد شنو عندنا request؟ Could you tell me أيضا request، طلب. Yes, let's see. لنرى. You leave the hotel through this door. أنت تغادر الفندق من خلال الباب. Take the first right. أخذ أول right. First right يعني أول يمنى، على يمينك أول شيء. Then go straight. بعدها اذهب straight يعني عدل بشكل مستقيم. On and you will see، وسوف ترى New Street، الشارع، هو الشارع اسمه New Street. On the left. On the left، والموجود على اليسار. It's not far at all، هو ليس بعيد اطلاقا. The museum is the big building with red roof. المتحف هو big building يعني البناية الكبيرة مع roof بمعنى سطح، red أحمر. You can't miss it بمعنى يعني ما راح تضيعه، أنت بإمكانك أنه تلقاه. Okay. First right, straight on, then it's on the left. Great. Thank you for your help. You are welcome. أول يمين، straight on مباشرة، بعدها على اليسار. عظيم،
شكرا لمساعدتك. You are welcome على الرحب والسعة. رجعنا مرة ثانية إلى كتاب النشاط. الحل راح يكون كالآتي: سمعنا الجملة الأولى وسمعنا الجملة الثانية والرابعة والخامسة والسابعة. راح أترجمها لكم. Could I have some toast please؟ هل بإمكاني نحصل على التوست، هو الخبز المحمص؟ And can I have some jam as well؟ هل بإمكاني نحصل على مربى أيضا؟ Would you bring us some tea please؟ هل بإمكانك أن تجلب لنا الشاي لو سمحت؟ Could you tell me where the museum is؟ هل بإمكانك أن تخبرني أين المتحف؟ وآخر شيء of course بالطبع. ننتقل إلى بي. بي put the dialogue in order، ضع المحادثة بالترتيب الصحيح. طبعا ما راح نعرف نحط المحادثة بالترتيب الصحيح إذا إحنا ما سامعين listening، الملف الصوتي. الملفات الصوتية موجودة وين؟ موجودة بنهاية كتاب الطالب. أيضا ملاحظة، الملف الصوتي الخاص بهذا التمرين رقمه 42. Do you know what you would like؟ Do you know؟ هل تعلم ماذا تريد أو ترغب؟ Yes. Could I have a cook breakfast please؟ Yes. Could I have؟ هل بإمكاني أن أحصل على فطور مطبوخ رجاء؟ Certainly. بكل تأكيد. Would you like something to drink؟ هل تريد شيء ما؟ To drink يعني حتى تشربه. Yes. Can you bring me a glass of orange juice؟ نعم، هل بإمكانك أن تجلب لي قدح من عصير الأورنج البرتقال؟ I'm afraid you haven't got any more. أنا أخشى أنه ليس لدينا. يعني any more يعني نفذ من عندنا. We have، نفذ يعني خلص. We have apple and grape juice. عندنا عصير تفاح و grape عنب. I'll have an apple juice then. إذن راح أخذ عصير تفاح. Good morning. I have a reservation for two nights. صباح الخير، لدي حجز لـ two nights يعني ليلتين. Could you give me your name please؟ هل بإمكانك أن تعطيني اسمك رجاءً؟ Yes, it's John Adams. نعم، اسمي هو John Adams. Would you fill out this form؟ هل بإمكانك أن تملأ هذه الفورم، هي الاستمارة؟ Please رجاءً Mr. Adams. Yes, of course. نعم بالطبع. Can I buy a newspaper at the gift shop؟ هل بإمكاني أن أشتري newspaper بمعنى صحيفة من gift shop محل الهدايا؟ Yes, but I'm afraid it's closed. نعم، لكن أخشى أن يكون closed مقفل. At the moment يعني بهاي اللحظة. Could you tell me when it opens؟ هل بإمكانك أن تقول لي متى يفتح؟ At half past nine. سعبيش nine، سعب تسعة، past وهاف ونصف، تسعة ونص. And when does it close؟ ومتى يغلق؟ At eight o'clock in the evening. ساعة ثمانية وين؟ In the evening، بالمساء. إذن هذا هو حل التمرين. راح أقرأ لكم. Do you know what you would like؟ هذا number one. Number two, yes. Could I have cooked breakfast, please? Three, certainly. Would you like something to drink? Four, you can bring me a glass of orange juice. I'm afraid you haven't got any more. You have apple and grape juice. I'll have an apple juice then. شوفوا نفس المحادثة بس أني داعيدها. Good morning. I have reservation for two nights. Could you give me your name, please? It's John Adams.
Would you fill out this form, please, Mr. Adams? Yes, of course. خلونا ننتقل إلى صفحة 52. Can I buy a newspaper at the gift shop? Yes, but I'm afraid it's closed at the moment. Could you tell me when it opens? At 9:30. And when does it close? At 8:00 in the evening. زين. إذن صفحة 51 كملناها، 52 ننتقل إلى 53، page 53. A. Look at the map on student's book, page 34. انظر إلى الماب، الخريطة الموجودة في كتاب الطالب، صفحة 34. Complete the dialogue with sentences. أكمل المحادثة في الجمل. From the books الموجودة هنا في الحقل. The people are in front of the department store. الناس in front أمام قسم ستور هو المحل أو المخزن. بالبداية راح أقرأ الكلمات هنا وأترجمها. About 5 minutes away على بعد 5 دقائق. Just past the chemist خلف الكيميست الصيدلية. Near the hotel بالقرب من الفندق. It's around the corner حوله الكورنر الزاوية أو قريب من الزاوية. Excuse me, where is the newsstand؟ أين هو المكان اللي يبيعون به الصحف؟ أو بمعنى كشك الصحف، يعني كشك اللي يبيع به الجرائد. It's around the corner. Turn right on the river road. إذن هو على مقربة من الزاوية، استدر يمينا on في شارع النهر، هو اسمه river يعني النهر. Could you tell me where the bakery is؟ هل بإمكانك أن تقول لي أين المخبز؟ Of course, go along Main Street. اذهب على طوال الشارع الرئيسي. Turn right on Bank Street. استدر يمين شارع البنك. The bakery is in your right. البيكري الخباز راح يكون على يمينك. Just past the chemist. هو فقط خلف الصيدلية. Excuse me, could you tell me where the ice cream stand is? هل بإمكانك أن تقول لي أين كشك اللي يبيعون به آيس كريم مثلجات؟ Yes, it's on the corner. نعم، هو في الزاوية. Of Main Street الشارع الرئيسي and Bank Street شارع المصرف. Near the hotel بالقرب من الفندق. Excuse me, is the cafe far from here? هل الكافيه بعيدة من هنا؟ No, it's only about 5 minutes away. لا، إنها على بعد 5 دقائق. Turn right on River Road. استدر يمينا على شارع River أو النهر. Turn left واستدر يسارا on Park Avenue للبارك المتنزه اللي اسمه Avenue. Then go ثم اذهب straight on يعني مباشرة. إذن هذا كان حل التمرين. طبعا احنا لازم نشوف الخارطة اللي عندنا صفحة 34 حتى نعرف نختار الكلمات. مثل هيك تمرين ما يجي اذا ما يجيب لكم خارطة. زين، ننتقل الى B. Look at the map in the student's book. انظر إلى الخريطة الموجودة في كتاب الطالب. Imagine you are at the hotel. تخيل أنت بالفندق. Listen to the directions and write the names of the places. ثم استمع إلى التوجيهات and write واكتب أسماء الأماكن 1-4. زين، هنروح نستمع للملف الصوتي لرقم 44. A. Excuse me, where's the school? أين؟ عفواً، أين school المدرسة؟ Just over there, opposite the hotel. إنها فقط opposite يعني مقابل الهوتيل الفندق. B. Could you tell me
where the theme park is. هل بإمكانك أن تقول لي أين البارك؟ طبعا هذا اسم البارك. Of course, it's on the river road past the restaurant. إنها بشارع النهر خلف the restaurant, المطعم. C. Excuse me, is the sport shop far from here? هل محل الرياضات بعيد من هنا؟ No, it's only 2 minutes away. لا, إنه فقط على بعد دقيقتين. On the corner, في الزاوية of River Road, على شارع النهر, at the main and Main Street, والشارع الرئيسي. Excuse me, where is the fire station? أين, عفواً, أين محطة fire station, يعني الإطفاء. It's along this street, إنها على طوال this street, هذا الشارع. On the right, على اليمين, near the library, قريب من المكتبة. انتقلنا مرة ثانية إلى التمرين, ورح يكون التمرين كالآتي. A. School. B. For theme park. C. To sports shop. و D. One fire station. انتقلنا إلى C. Listen and repeat some of the words from this unit. استمع. Repeat, اقرأ بعض من الكلمات في هذه الوحدة. They will have the sound. هذا الساوند هو شوا ويلفظ بهاي الطريقة. This is one of the most common sound in English. وهذا الصوت هو واحد من الأصوات الشائعة في اللغة الإنجليزية. Again, Arabic, around, Baker, corner, border, river, waterfall. D. Write 3 more words with schwa. Check the pronunciation in a dictionary. اكتب 3 or more words. ثلاث كلمات أو أكثر مع الحرف أ. Check the pronunciation. ثم تفحص pronunciation التلفظ in a dictionary. زين. الكلمات هي teacher, brother, sister. طبعا هنا أنا اوكي هنا اكو خطأ. اي وحدة مو اي اثنين. About and there. انتقلنا الى صفحة 54A. Find the words on student's book page 35, then circle the correct picture. جد الكلمات الموجودة في كتاب الطالب صفحة 35, بعدها circle يعني حوض, ضع دائرة بحول الصورة الصحيحة. Number one هو crowded. Crowded بمعنى مزدحم. طبعا رح نحطها نحوط الـ A, الصورة A. Number two, wide بمعنى عريض أو واسع. B. Okay, wide. B. يعني هنا نكتب wide. Okay, هنا crowded. Three, triangular بمعنى ثلاثي أو ثلاثي الزوايا أو مثلثي الشكل. زين. راح نربطه مع picture A. Okay, هذا picture A. A, صورة A. Ancient. راح نحطه مع أيضا البيكتشر صورة A. راح ننتقل إلى B. B. Look at the pictures. Use the words in the books or other words you know to write sentences. انظر إلى الصور. استخدم الكلمات الموجودة في الحقل أو كلمات أخرى أنت تعرفها لكتابة جمل عن الصور. Read one of your sentences to the class. اقرأ one, وحدة, of your sentences, وحدة من كلماتك إلى الكلاس للصف. Can they guess which picture is it? Can they guess, هل بإمكانهم أن يخمنوا which picture is it, أي صورة هي. طبعا هي هاي الصور 4 أمامكم. الكلمات راح أقرأها. Ancient بمعنى قديم, قديم لدرجة أنه أثري. Dirty, الأوساخ. Noisy,
الضجة أو الضوضاء. quiet هادئ، tall طويل، dark غامق أو مظلم، crowded مزدحم، new جديد. It's an ancient place. It has crowded shops. There is dirt on the floor. It is an ancient place بمعنى مكان قديم. It has crowded shops محلات مزدحمة. There is dirt on the floor. Dirt بمعنى طين. Dirty وسخ. هناك dirt طين على floor على الأرض. زين. ممكن نكتب جمل أخرى راح تختلف بين هاي الجمل، راح تختلف بين طالب وطالب ومدرس ومدرسة. يعني ممكن أقول it is noisy place، مكان ذو ضوضاء. It is a quiet place. مثلاً it is very tall، هو جدا طويل. مثلاً نختار فد شيء معين، مثلاً فد شخص. وهكذا. It is new. A new place. هو مكان جديد. وهكذا. فرح تختلف الإجابات. إلى هنا ينتهي درس اليوم. لا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطون على جرس الإشعارات حتى يوصلكم الفيديوهات أول بأول. شكراً وإلى اللقاء.